امبارح كان في حدث جميل جدا ان احنا اتكرمنا، كان في برنامج او عفوا مش في برنامج، في مجله وشوشه، كان ايفنت كبير جدا امبارح، كانت حريصه وشوشه على تكريم عدد من نجوم الرياضه المصريه في العام طبعا اللي هو 2020 اللي هو مهرجان الافضل. كان على راس التكريم ده اسم النادي الاهلي، وطبعا جهوده اللي بيعملها على المستوى الرياضي، وكمان يتحدثوا عن الطفره الانشائيه، وكان في نجوم كتير جدا، سواء بنتكلم من اعضاء مجلس الاداره زي الاستاذ طارق انديل، مهندس محمد الجرحي، الاستاذ محمد سراج الدين، وكمان الجهاز الفني للاهلي والمدير الفني بيتسو موسيماني كان موجود، وعدد كبير من لاعبي الاهلي، كان منهم احمد الشناوي، محمود كهربا، محمد مجدي قفشه، وعلي معلول. يعني بصوا امبارح مش انا كنت يعني محظوظه يا كريم بجد ان انا كنت موجوده، وكمان انا قدمت الجزء التكريمات الخاص بالرياضيين. فانا عايز اقول لحضراتكم كانت حاجه جميله جدا ان انا كل شويه بنقول جايزه تطلع للاهلي، كل ما نقول جايزه تطلع للاعب من النجوميه عايزه من النادي الاهلي. لا ومحمد الشناوي كان عامل امبارح، يعني عايز اقول لك اول ما طلع الناس طبعًا مش سقفت طبعًا. بص يعني خلينا نشوف. الحمد لله تتويج لجهود كل العاملين بالنادي من أصغر واحد لغاية كابتن محمود الخطيب رئيس النادي. جهود مخلصة استمرت خلال الفترة اللي فاتت في سنة عصيبة فيها الكورونا، فيها تأجيلات كتير، وفيها ظروف غير طبيعية حصلت، ومع ذلك تمسك النادي الأهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب بهوية وشخصية النادي الأهلي. وفي النهاية ربنا أكرمنا، ربنا يديم انتصاراتنا دايما وتتويجاتنا. جاء في ظروف جميلة قوي إن ربنا أتم النعم علينا إن إحنا كملنا الثلاثية الحمد لله بفضل ربنا بالتتويجات. كعادتنا الحمد لله، يعني قلنا قبل كده إن لأول مرة في تاريخ الأندية إن في قائمة تنزل ببرنامج مكتوب. الحمد لله خلصنا 80% تقريبا من البرنامج اللي وضعناه لنفسنا لنحاسب بيه قدام الجمعية العمومية من أيام الانتخابات. إن شاء الله يعني تكملة لسلسلة الإنشاءات اللي بتحصل في المقر وفي فروع وشيخ زايد وفي مدينة نصر، وإن شاء الله على شهر 6 يكون القاهرة الجديدة اتفتح. كل بقى الحاجات الملفات اللي هي النادي شغال فيها اللي واخدين على عاتقنا من أول لحظة إن إحنا دي لخدمة الجمعية العمومية للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي العريقة. بنبارك للجماهير الثلاثية الحمد لله، يعني مبارك للعيبة، مبارك للجهاز الفني، الحمد لله موسم يعني سعيد على الجمهور وعلى مجلس الإدارة، الحمد لله ربنا أكرمنا. وإحنا النهاردة في حفل وشوشة عندنا أكتر من جايزة للاعبين طبعا، وفي جايزة الكابتن محمود الخطيب كأفضل رئيس نادي، والنادي الأهلي كأفضل نادي في مصر. الجمهور الاهلي يعني صبر كتير وجه الوقت ان هو يفرح، واحنا ان شاء الله عندنا بطولتين بنحاول نجهز طبعا بشكل سريع، بنخرج من بطوله نخش في بطوله، عينينا على السوبر افريقيا، عينينا على السوبر المصري، انا عندي حلم كاس العالم للانديه، ربنا يكرمنا ان شاء الله. كانت سعاده كبيره جدا بالنسبه لنا، طبعا كان السفر لبرج العرب، وبعدها الحمد لله كنا كلنا متواجدين مجلس الاداره، احتفلنا مع بعض بعد المباراه، كنا سعداء جدا. ماتش كان صعب، فريق طلع الجيش قدم مباراه محترمه جدا، لكن الحمد لله لعيبه النادي الاهلي كانوا رجاله وقدروا يحسموا المباراه الحمد لله. Thank you very much. I'm humbled. I'm just happy to be nominated. For me, when you are nominated, you are already being recognized. It means your job is recognized. It's not about who wins it. It's about being here. Thank you for being here. And I represent Ali. بيقول شكرا جزيلا، ووجودي هنا ده معناه طبعا سعيد، ووجودي هنا معناه ان شغلي تم تقديره، ان انا هنا موجود، هنا انا سعيد موجود في التكريم ومثل النادي الاهلي. Was difficult. You don't easily win the Africa Champions League. If it was that easy then everybody could do it. So it shows how difficult it is from all the continents in Europe. It's very difficult to win the Champions League in South America everywhere. So we won it 7 years. We've been waiting for long. We've been to 2 cup finals, but this was the time for us now, and God helped us to achieve it, and we are happy.
وطبعا هو اكيد صعب مش سهل، اما كان كل فرق ممكن تكسبها. احنا عارفين بقى لنا 7 سنين منتظرين، وصلنا مرتين نهائي، والنهائي البطوله القاريه للانديه دي بتكون صعبه في كل القارات، سواء افريقيا او امريكا الجنوبيه او في اوروبا او في اسيا، بس احنا وصلنا وتاهلنا وكسبنا وربنا ساعدنا وكسبنا اللقب السنه دي. Well, what else do we want? We want to win everything, you know, so let's try and see if we can match the past history of Ali. And we are just beginning, so let's hope for the best. طبعا ربنا يسهل، نحاول نكسب كل الألقاب، حاجة تتناسب مع تاريخ النادي الأهلي. احنا بنعمل قدر استطاعتنا ونحاول ندي أحسن حاجة عندنا عشان نحقق أفضل ألقاب. Ali fans, give us time. I know in football you don't have time, but we do our best. The boys are trying. They want to write their own history with the Ali club, like the past legends of the Wild Goma, Butrika and them. So hope and Manuel Jose. So hopefully we can match that standard. But so far so good. We love them. بيقول جماهير النادي الاهلي يا ريت تدونا وقت. طبعا وقت في كره القدم صعب، بس احنا محتاجين وقت عشان نحقق الالقاب الكبيره زي اللي حققها ابو تريكه وجيل وائل جمعه وجيل مانويل جوزيه. طبعا دي عشان حاجه تناسب الاساطير القديمه، احنا نعمل حاجه تناسب تاريخ النادي الاهلي. واحنا كمان الحمد لله طبعا يعني مبسوط ان انا معاكم النهارده، والحمد لله طبعا يعني ده مجهود لعيبه كلها، وببارك للعيبه وببارك للنادي الاهلي والجهاز الفني والاداره. الحمد لله قدرنا نحقق 3 بطولات، وان شاء الله اللي جاي اكتر. احنا مركزين دلوقتي ان شاء الله هنبدا الدوري، هناخدها خطوه خطوه ان شاء الله. نبدا بالسوبر الافريقي بعد كده، نحاول نحقق البطوله، وبعد كده السوبر المصري ان شاء الله ربنا يكرمنا فيه. اول حاجه نبارك لهم الناس كل، نبارك الجماهير والمجلس الاداره واللاعبين واطار فني. ان شاء الله قدمنا موسم مهم بالنسبه لنا احنا، حققنا فيه ثلاثيه من بعد سنه 2006. ان شاء الله قدامنا ما زال عندنا 2 ألقاب، ان شاء الله سوبر الافريقي وسوبر المصري، ان شاء الله قادرين نحققهم باش نكملوا سنه 2020 على احسن حال ان شاء الله. انا اكيد محظوظ طبعا ان انا اكون موجود واكون كابتن النادي الاهلي وبرفع كاس اي بطوله في النادي دي. يكون واحد طبعا اي حد يكون موجود يكون محظوظ بالحاجه ديت، ويكون شرف طبعا ليه. طبعا اي حد يكون موجود يكون كابتن لنادي كبير، نادي القار نادي الاهلي، طبعا بيبقى عبء عليه وبتبقى مسؤوليه كبيره. طبعا الواحد يعني بيبقى ده كان حلم بالنسبه له ان هو يكون موجود، ان هو يكون قائد للنادي الاهلي، والحمد لله يعني ده توفيق من عند ربنا. والحمد لله ان انا اكون موجود وارفع البطولات للنادي الاهلي.